الإنسان دليل الضعف، دليل القصور، مثل المرض، الأجواء لفردين قد تكون واحدة، الطعام الذي يتناولانه واحد، الأجواء التي يعيشونها واحدة، ولكن واحد يتمرض، واحد ما يتمرض، ما هي العلة في ذلك؟ ما هو الفارق؟ الفارق ليس في الطعام، وليس في الشراب، وليس في الأجواء المحيطة. الفارق واحد عنده مناعة، واحد ما عنده مناعة. يعني الإشكال في الفرد، الإشكال في الفاعل، الإشكال في الإنسان. عندما يكون عنده قصور في المناعة يمرض. نفس هذه المعادلة تأتي في الذنب. الأجواء لا تختلف في كثير من الأحيان، شخصان يعيشان في جو واحد، في بيت واحد، من أب واحد وأم واحدة، لا يوجد هنالك فرق فيما بينهما في العوامل المحيطة، لكن واحد يعاني من الضعف فيتورط في المعصية، واحد لا يعاني من الضعف، عند مناعة تجاه الذنب، تجاه المعصية، فلا يتورط.